اريد افيدك بقضايا استراتيجيه. اولا موازنه 2020 ماكو، هو بالحقيقه اللي راح يقدم راح تقدم موازنه 2019 كوبي بيست. زين. والغرض من هذا التقديم مثل ما تفضل النائب انه ايجاد غطاء قانوني من اجل الحصول على القرض. شوف الحكومه العراقيه الحكومه العراقيه الجديده حكومه الكاظمي جاءت على ثلاث ازمات صحيه وماليه وسياسيه. زين. الماليه هي اول بدايه 3 اشهر 4 اشهر اخذت قرض 17 مليار. اي. لكن هذا القرض اخذته بتعهد ان تقدم ورقه اصلاح للبرلمان. اي. حتى يمكن ان تاخذ القرض الثاني. الورقه فبما انها عاجزه هاي الحكومه عن تقديم رؤيه او ورقه اصلاح حقيقيه. زين. ذهبوا الى تقديم موازنه 2019 بعنوان انها هي ورقه الاصلاح. زين. حتى البرلمان يصوت من اجل ان يذهبوا الى الاستقرار.